منا احنا لما نيجي نقول التفاصيل اللي محمود قالها يا شاذلي، تفاصيل كتير جدا كلها قائمة على الشباب وتواجدهم وأهمية تواجد الشباب وأهمية الدعم اللي بيقدم من قبل القيادة السياسية للشباب خصوصا في محافظة جنوب سيناء. احنا النهاردة بنتكلم عن جوهرة من الجواهر اللي دايما مش بنبقى عارفين عنها حاجات كتير إلى أن يسلط عليها الضوء، الناس اللي بطبيعتها كده عندها قدرة على إدارة الأمور، الناس اللي بطبيعتها عندها النزعة الوطنية. ممكن تكون يا شاذلي إيه، وراثية؟ هي وراثية بالفعل، يعني هي وراثية. راجل عنده قصة ما شاء الله، يعني تروى للأجيال القادمة. الشيخ سلامة مسبح، يعني يا شيخ سلامة منورنا. الله يخليك يا فندم، صباح الخير عليكم وصباح الخير على الشعب المصري كله، وكل سنة والشعب المصري بخير. الناس بتعيد تحرير طابة، وبنهنئ أنفسنا ونهنئ القيادة السياسية بعيد تحرير طابة، ونحييكم في طابة. ويعني احنا مش عارفين نشكركم ازاي، لا احنا اللي بنشكركم الحقيقة على كرم الضيافة والاستقبال. والله مشوار بعيد بس هي جزء غالي من مصر، طيب وتستاهل ان نضرب لها المشوار دوت. عندنا مشاريع وعندنا طرق وعندنا مطار بيتفتح من جديد، يعني مش هتبقى بعيد. لا عندنا كل حاجه الحقيقه، ما طيب. بقتش بعيده دلوقتي طبعا. طيب ما بقتش بعيده الحقيقه دلوقتي مع الطرق والمطارات والخدمات اللي بتعمل. لا بقت قريبه الحمد لله. الحمد لله. طيب لما نيجي نقول يعني تمكين الشباب، ده فكر كده الدوله متجهه اليه او بالفعل تم يعني تنفيذه في الفتره الاخيره؟ انت شيخ سلامه من اصغر شيوخ القبائل اللي موجودين في طابة، شاب عندك القدره على اداره الامور وعندك القدره على التفاهم بالشكل القانوني اللي هو يعني بيخليك تقدر تتعامل مع الأمور الصغيرة اللي موجودة في القبيلة والأمور الكبيرة كمان، كل ده في الشكل المطلوب منك. إزاي بتقدر تدير وإزاي قدرت تمسك الموضوع وإنت في هذا السن الصغير؟ والله الحقيقة يعني إحنا تمكين الشباب ده نشكر القيادة السياسية على اهتمامها بتمكين الشباب، وإحنا بناخد فرصتنا في هذا التوقيت، وإن إحنا شباب يقدر يدير. لا يقدر يدير، وفي نماذج كتير من الشباب بتدير دلوقتي، وأكيد منها كتير في كل المحافظات. طبعا هي إدارة كل موضوع هي حسب، هي محتاجة حكمة. كل واحد فينا عنده الملكة اللي يقدر يتحكم بيها في كل الأمور اللي هو تسند له. والشباب طبعا أكتر حد أنه لما تسند له أمور أنه عايز يعملها بالشكل اللي تطلع تبقى مظبوطة فيه، علشان هو يثبت أنه هو لا قد المسؤوليه. صحيح. فلا الحقيقه احنا ما فيش حاجه صعبه بالنسبه للشباب انهم ينفذوا كل ما هو يتسند لهم او كل ما هو موضوع يخصهم. في شويه حاجات اي حد فينا بتقف قدام منه حاجه، تحديات عقبات. صحيح. بالظبط كده. يعني احنا مثلا في القبيله عندنا اعراف وتقاليد وعندنا مسارات كلنا ماشيين عليها من الاجيال، بتسلم بعض بتسلم بعض كل ما هو متعارف عليه، متعارف على الأداء العرفي، متعارف على ازاي كل واحد عارف اللي ليه واللي عليه. فاحنا في نظام، في نظام وفي خطوط بنمشي عليها وفي اصول زي ما بيقولوا، يعني هي صحيح. اصول مش اكتر يعني. والحاجات دي بتبقى وراثه، ولما نيجي نتكلم عن حاجات الوراثه فعايزين نرجع بقى لورا شويه الوقت، تجمع الوثائق والخرائط عشان نثبت أحقية مصر في طابة. والحقيقة إن جد حضرتك كان ليه دور مهم جدا، فعايزين نشرحه للناس بالتفصيل وإزاي القصة دي بتتوارثها الأجيال. إحنا الحقيقة كل حد عنده جد، عنده أب، عنده حفيد، هو بيورثه كل ما هو يملكه، يعني ويورثه كل التاريخ اللي حصل. إحنا الحقيقة عندنا كان جدي الشيخ مسمح العلامة شاهد مع العلامة 91 اللي هي الإسرائيليين خفوها في الوقت اللي كان محتلين سينا فيه، كان شالوا العلامة دي وخفوها في مكان ما. كان هو ده يعني دل اللجنة على العلامة اللي موجودة دي في مدفونة في الجبل. الحاجة التانية سلم الصك العثماني اللي هو ملكية شجر الدوم. عندنا شجر الدوم هنا ليه مئات السنين، فالأجداد بتتوارثه وليه الصك اللي هو الملكية بتاع شجر الدوم. والملكية شجر الدوم دي كان هو يعني يتورثها عن أجداده. فطبعا كان من الحاجات اللي حصلت معاه مشاكل فيها أيام إسرائيل إن هم عايزين ياخدوا منه
للسك العثماني ده اللي هو ملكية شجر الدوم، علشان في الاخر يقولوا ان عشان يثبتوا ان دي يثبتوا ان مصر يبقى علينا الارض دي. فرفض ساعتها وقال لهم انا ما عنديش حاجه زي كده، وانا ما املكش شجر الدوم ده، ملك مصر، انا ما اقدرش افرط فيه، ولا هو اصلا انا ما اقدرش يعني اتعامل عليه. فشجر الدوم ده من الحاجات الشاهده على التاريخ هنا في طابه من مئات السنين، مذكور في كل التواريخ موجود فيها. فسلم برضو السك العثماني اللي هو ملكية شجر الدوم اللي يتورثها عن أجداد. كانت وثيقة برضو من ضمن الوثائق الرسمية اللي اعتمدت عليها مصر في استرداد طابة. احنا بالضبط كده، مصر يعني مصر اعتمدت على وثائق كتير، من على كل أصقوصة ورقة مصر اعتمدت عليها. طبعا لجنة التحكيم ما شاء الله عليها اللي رجعت لنا طابة، ربنا يعني. أنا عايزة تفاصيل، أنت مش بتحكي بالتفاصيل، في تفاصيل وجدك كان مستخبي فين وهو بيشوفهم بيخفوا العلاء، في تفاصيل كتير أنت موجودة عندك. أنا مش عايزة أدخلكم في تفاصيل، عايزين كمان الناس اللي بتسمعنا تعرف القصة. الحقيقة يعني عايز أقول لحك على حاجة، الموضوع كان ماشي وشافهم هما بيعملوا إيه وتحفرت إزاي، أنت عندك التفاصيل دي كلها. الموضوع ما هوش بالضبط بسيط كده. طبعا هو كان تواجد البدو في المنطقة هنا، بما انهم هم السكان الموجودين هم مش يعني هيروحوا فين تاني، يعني هم الناس عندنا اتبهدلت ايام اسرائيل، في اللي اتحبس في اللي اتبهدل، وهم طبعا كان عاملين حظر في كل حته في الدنيا، ما حدش يمشي. طبعا البدو كان هم عيون القوات المسلحه في سيناء، فطبعا كل واحد فيهم او يعني مثلا النهارده موجود في طابه هو عارف بيبص على طابه منين، بيبص على تحركات الناس دي منين، هو بيمشي بالليل، بيمشي بالنهار، بيمشي في توقيتات دليل بالظبط كده. فالحاجات اللي هي انا بقولها دي انه شافهم فعلا ازاي وهم بيشيلوا الحجر اللي هي العلامه 91 دي اللي هي الصخر اللي ما بيننا وبين فلسطين. هو طبعا ما كانش شايفها يعني ما كانش الموضوع ده على مرأة العين والبصر، ولكن هو في اماكن كان بيشوف منها. هو هم مش شايفينه، وهم لو شايفينه ما كانش سابوه. فالناس في سيناء العلامه طيب كانت عباره عن ايه؟ العلامه بتاعتها عباره عن صخره دي موجوده على العلامه 91 دي، عباره عن صخره كان مكتوب يعني عليها ان الميه اللي على الجبل يمين لمصر وشمال لفلسطين، يعني على سيف الجبل المطر اللي ينزل فوق الجبل، الميه اللي تنزل الناحيه دي لمصر، والميه اللي تنزل الناحيه الثانيه لفلسطين. طبعا شجر الدوم ده كان فيه معاناه كبيره ان هو يتخلص منهم، كان كل يوم يجي له القائد الحاكم العسكري بتاع المنطقه هنا ويعمل له ارهاب ويعمل له ويحتجزه ويحتجز كذا مره على اساس هو بس يعني يتهاون في قصه شجر الدوم ديت. كمان يعني كل الفتره اللي كان عايشه ما ينفعش يعيش حياته طبيعيه، وفي ناس كتير من البدو برضو كانوا ما كانش عايشين حياتهم طبيعيه، في ناس كان عايش حياته طبيعيه، بس ده اللي هو بالنسبه لهم اللي هو ما عندوش ده مهم، مش مهمه بالنسبه لهم. اما الناس المهمين اللي كان اللي هو كان هو عايزه او عايز يستفيد منه، سواء بملكيه ارض سواء بمعلومات الكلام ده، لا كان عايشين عيشه صعبه، كان الناس دي كلها عايشه في وسط الجبال، الناس دي كانت بتطرد كل يوم كل ليله من الاحتلال الاسرائيلي، فتحبسوا كتير. والموضوع بتاع شجر الدوم ده فعلا كان يعني عمل مشكله كبيره لي، كان كل يوم الناس دي واخداه، كل يوم رايحين جايين، يعني كل يوم يدوروا عليه. لازم لا طبعا مضلنا على مضلنا انك انت ان احنا استلمنا منك السك ملكيه الارض. طب خد فلوس، طيب ما تعملش حاجه، ادينا الورق بس. خد بالك ان ده لو كان حصل كان هيبقى نقطه مهمة جدا في تحول مسار القضية تماما. يعني انا هيقل انهم كان مثلا عايزين ياخدوا حاجة ان في شيخ مصري او في مواطن مصري تمام بعلنها شجرة الدوم، وده كان ممكن يضعف موقفنا، وده ممكن طبعًا كان يبقى جزء من الموضوع. يعني الله اعلم، هم طبعا الناس دي ما تفكرش في حاجة اكيد مفكروا فيها انها دي هتفيدهم، ولا ما كانش جري ورا الموضوع كل الفترة اللي قعدوا فيها هنا. يعني الموضوع ده كان شغلهم جامد جدا، والحقيقه قال لهم ده حاجه ملك مصر، وانا ما بيعش حاجه مصر ولا اقدر اقول انها بتاعتي، ومن الاخر انا معيش ورق ولا معايا اي حاجه، عايزين تاخدوني خلاص خدوني. اخر حاجه كان موجود بصفته شيخ للقبيله ولا بصفته مواطن من طابه بيمتلك شجر الدوم وبيمتلك السكان؟ لا، هي جدي كان موارث شيخته في المنطقه دي عن جده برضه. نعم، من قلعه حصات علوي لغايه نويبع، بس الجد اللي قبل منه. فبالتالي هو كان
طبعا هي الاحتلال لغى هوية كل واحد او كل لغى كل ما هو ما مش هيعترف هو بحاجة زي دي. بالظبط كده. اخر حاجة جاله الحاكم العسكري بتاع المنطقة دي الاسرائيلي قال له انا قدامي حاجتين اتنين، يا تبيع يا اما تمضي من غير بيع. قال له انا اللي عندي بقى اخر حاجة، لو هتطلع المسدس اللي معاك ده وهتضربني بيه انا ما لا عندي ورق ولا ببيع ولا بشتري، الورق ده مش معايا ما اعرفش عنه حاجة. فالحقيقة لا كان في معاناة في الموضوع دوت، وفي ناس كتير فعلا عانوا، كل الناس الوطنيين عانوا في هذه البقعة. ويعني كأنها النهاردة رجعت، ده مجهودهم ومجهود الناس اللي سال دمها على هذه الأرض من أبناء قوات مسلحة وأبناء الشعب المصري اللي هم ضحوا بأرواحهم فعلا من أجل آخر قطعة، سواء بالحرب أو بالسلام. حتى الناس اتفاوضت على طابة، طبعا المفاوضات بتاع طابة دي أشد من الحرب نفسه طبعا. طيب بعد رفع العلم إحساسكم كان عامل إزاي؟ انا عايز اقول لحضرتك على حاجه، يعني الناس بعد رفع العلم على طابه هم يعني يمكن كان طابه ما فيهاش يعني كان ارض صحراء، بس بالنسبه لهم انها رجعت لهم ده كان بالنسبه لهم حاجه فخر. هو كيلو، بس الكيلو ده كان فعلا هو انت عندك نقطه، عندك حاجه بتاعتك وانت مش حاسس انك انت خدت ارضك. يعني احنا لو ما خدناش طابه احنا ما خدناش سينا. يعني كان الناس اللي عايشه هنا، الناس الوطنيين اللي هم كان عارفين قيمة الأرض دي تمام، كان عايشين هنا. لا احنا لسه ما خدناش أرضنا. احنا خدنا لغاية فضلنا كيلو، بس الكيلو اللي فاضل ده لا احنا ما خدناش أرضنا. كان سايب جرح بالضبط كده. يعني فرحة منقوصة. كان في حاجة منقوصة في الموضوع، ما كانش تمت الفرحة. انما يعني فعلا بعد ما احنا استلمنا طابة، طبعا انا بحكي لك انا ما حضرتش دوت، يعني كنت صغير طبعا. طبعا احنا عندنا الاجداد بتورث كل المعلومات اللي هي صحيح. وانا بسألك عن احساسك لما ترفع العلم، احساسك او احساسكو كأسرة، يعني احساس جدك الشيخ مسمح، احساس والدك كأسرة ساهمت في رجوع طابة مرة تانية لمصر. انا عايز اقول لستك احنا ما حضرناش رفع العلم، لا بس احنا النهاردة لما كل يوم بترفع العلم بنحس ان بنحررها كل يوم. يعني احنا كان احنا نرفع العلم ونستمر في رفع العلم كل سنة، احنا بنحررها. احنا بحررنا من الاحتلال، يعني مصر حررت سينا من الاحتلال وحررتها كمان من الارهاب يا فندم. فكون ان احنا نفضي كل سنة في هذا العيد نرفع العلم على طابة، احنا كل يوم في عيد، كل يوم احنا في انتصار، لان احنا الموضوع ما انتهاش عيد طابة. فلا طبعا الاهل والاجداد هم عندهم كمان رفع العلم ده، يعني عندهم شعور بيه اكتر مننا احنا، لانهم هم حضروا يوم ما كانتش طابة معانا، كان طابة مع الاحتلال. انما احنا وكمان هم حضروا اول مرة ترفع فيها العلم على طابة. طبعا دي كان عندهم، كان حاسين كان عندهم فرحة كبيرة، كان هم اصلا منتظرين اليوم ده. فشوف حضرتك لما يتكرر كل سنة. صحيح. يعني بالنسبة لهم هم نفس ما اليوم اللي استلمنا فيه طابة بيستعيد نفس الذكريات. وفعلا الناس عندنا مهتمين بالحدث دوت، كل شباب البدو اللي حضرتك بصيت هتلاقيهم موجودين في هذا الاحتفال. كل مشايخ البدو موجودين في هذا الاحتفال من جنوب سيناء كلها، من شمال، من كل حتة الناس فعلا بتيجي تحتفل باليوم دوت، لأنه هو يوم غالي علينا ويوم استردينا فيه كرامتنا واستردينا فيه أرضنا. شيخ سلامة، أولادك قد إيه؟ انا عندي رضوان 13 سنه. الله اكبر. الله يخليك. هتحكي له ايه عشان يحكي له اولاده زي اللي اتحكى لك من والدك عن جدك؟ عن هتورثه ايه في الحكايات؟ هو انا يعني لازم اورثه كل الحكايات، حكايه الجد وحكايه الاب وحكايتي. وهتضيف عليها ايه؟ هضيف عليها عندنا حرب جديده. هضيف عليها ان احنا في يعني ان سينا دي يعني حاربنا الارهاب، وان احنا انتصرنا على الارهاب، ان مصر حاربت الارهاب. ان اللي حكاها الجد قبل كده ان احنا ايام الاحتلال، انا احكي له انتصارات الجيش المصري على تطهير سيناء من الارهاب، واحكي له على التنميه اللي احنا كنا اصلا كنا. انا عايز اقول لحضرتك السنين اللي فاتت 30 سنه طبعا سيناء ما خدتش حقها، وطبعا احنا كل الشكر والتقدير للقيادة السياسية على اهتمامها بسينا وابناء سينا. وطبعا هو ده فعلا الهدف، ان احنا نعمر سينا، ان ده هو ده الحل الوحيد لسينا، ان نطهرها من الارهاب ونطهرها من الفكر المتطرف. ودي احسن حاجة اتعملت، ان احنا فعلا ان القيادة السياسية مهتمة بتنمية سينا. ان سينا تهمشت كتير وسبب التهميش اللي حصل لسينا، او سبب يعني ان احنا بنعمر في اماكن تانية وسينا مش دلوقتي علشان، بس لا سينا كان محتاجه العمار دوت. وفعلا احنا في السبع سنين اللي فاتت دول
انا عايز اقول لحضرتك احنا ما بقناش يعني، احنا كان عندنا مثلا لما حد من البدو عايز بيت يجري بقى يدور على بيت ويا رب حد يكتب اسمي. عندنا 120 بيت جداد. احنا النهارده حضرتك من اسبوع استلمنا محافظه جنوب سيناء انضم لها النقب، تمام. سياده المحافظ عمل زياره ميدانيه للنقب، وعد الاهالي هناك بمنازل. بعد اسبوع بقينا امبارح حاطين مع السيد وزير التنميه المحليه والسيد المحافظ حجر الاساس ل 120 بيت. فعايز اقول لحضرتك بقى الموضوع سهل، ان انا اقول عايز بيت يجي يبقى عندي بيت، بقى سهل اقول انا ما عنديش مدرسه هنا الاقي مدرسه، صحيح. بقى سهل ان اقول والله انا ما عنديش مستشفى هنا، حتى لو العدد الناس قليل لا ده بيتم. وحده صحيه على قدهم مثلا، يعني لو مش مستشفى كبيره احنا وحده صحيه ايا كان كل مكان بيدرس. واحنا الحقيقه ما نقدرش ننكر المجهود، لان المجهود دوت وطلبات كل الناس مجابه في حدود امكانيات المحافظه وغير كده كمان وعلى الفور كمان. احنا بنشكر حضرتك شكرا جزيلا، شرفتنا ونورتنا الشيخ سلامه مسبح وهو شيخ قبائل قبيله الحيوانات الطبيعيه. اهلا وسهلا بك.